السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواتي في قناه معكم فاطمه من قناه فاطمه المزريه. نتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم اخواتي غادي نقترح عليكم سندويتشات بالحشوه ديال الدجاج، كيجيو روعه البنات وكيجيو بنان بزاف. المهم ما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. المهم البنات، بالنسبه للبطبوط ديال هذا الساندويتش هذا غادي نحتاجو هنايا الفينو والفورس. المهم اخواتي عندي هنا جوج زليف ديال الفورس مع زلافه ديال الفينو، دائما كنديروا الفورس اكثر من الفينو. المهم انا كندير هكا باش شويه ما يجيش الفيديو طويل. عندنا الخميره، بسم الله، هذه راه معلقه صغيره، غندير منها جوج زائد الجو راه بارد، الشتا كتصب تبارك الله ما شاء الله. وغادي نزيدو خميره حسب هذا، عفوا الملح حسب الذوق. صافي البنات، وعندنا الماء سخون وغنبداو نعجنو. عندنا هنا المدافي، بسم الله، من البنات انا غنجمع العجينه ونرجع معاكم. المهم صافي اخواتي انا جمعتها، دابا غنبقى ندلك فيها البنات حتى تولي تطرطق تحت كفوف ايدي، ومره مره نرش الماء حتى نحصلوا على واحد العجين يكون لين البنات، المهم ما قاصحش وما جاريش، ونرجع معاكم. المهم اخواتي هانتوما كما كتشوفوا معايا، ها هي كملتها، خاصها تكون على هذا الشكل هذا، راه رطبه واخا كتبان لكم هكا تتلصق شويه ولكن راها رطبه البنات. صافي وغنديروها هنا فهاد السوبيره هادي وغنخليوها تخمر البنات حتى يتضاعف الحجم ديالها، عاد نرجعوا لها. المهم البنات بالنسبه للحشوه، المهم اخواتي بالنسبه للحشوه عندنا هنايا الدجاج، عندنا غير صدر ديال الدجاج، وعندنا هنايا البنات العطريه، عندي هنايا شويه ديال الملحه حسب الذوق، عندي شويه ديال الفلفل، فلفله حمراء، وعندي هنا شويه ديال البزار، شويه ديال السكينجبير، وشويه ديال القزبر حبوب مطحون، وعندي هنا معلقه ديال صغيره من طبيعه الحال ديال العطريه ديال الشاورما. بسم الله، وعندي هنا واحد معلقه كبيره ديال دانون طبيعي مسوس. صافي البنات وغادي نخلط، بسم الله على بركه الله، جميع المكونات ونطلق معكم. المهم اخواتي كنت نسيت الثومه، وهي واحد العنصر اللي ضروري في هذه الوصفه هذه، الثومه عندنا البنات، وغندير واحد شويه ديال الخل البنات، غير شويه هكا. صافي دابا صافي، غادي نخلط مزيان صافي البنات، وغادي نغطيهم ونخليهم هنايا مرقدين. دابا غنمشيو للعجينه ان شاء الله. المهم البنات خمرات ما شاء الله، هانتوما شوفوا عندنا هنا شويه ديال الزيت، شوفوا تبارك الله. خرجوا من الهواء صافي، ونديروها فوق الرخامه. المهم صافي البنات دابا غنشكل، غنديرهم غير بطيبيطات غير صغيورين هاد القياس هذا هانتوما، ونرجع معاكم. صافي البنات وغادي نبداو. المهم البنات انا حتى كنكورهم عاد باش كنفندهم، حيت باش ما ندخلش فيهم الدقيق باش ما يجيوش مدقسين هكا البنات هكا. صافي كنحطهم على جنب
هكا البنات. هانتوما شو تبارك الله ما خامرين، خمروا مزيان خليتهم راه ما عرفتش شي ساعه تقريبا. صافي البنات هكا، المهم انا غنكمل بنفس الطريقه ونرجع لهم. المهم انتم البنات بعد ما كملتهم دابا غناخذو هنا عندنا الفينو. هانتوما هكا البنات صافي بحال هكا اخواتي صافي. واللي درتها غنديرها هنا ونغطيوها. هكا البنات ونخليوهم تقريبا واحد 5 دقائق باش يرتاحوا لهم باش يجيو ساهلين في التقراص. هانتوما اخواتي، المهم انا غنكمل ورجع معاكم. المهم البنات من بعد ما ارتاحوا انا راه كنقرص فيهم، كنديروا شويه ديال الدقيق الفينو صافي وكنقرصهم عادي جدا. هانتوما البنات هكا صافي حتى نكمل. المهم انتما البنات راني قرصتهم، غادي نغطيهم 5 دقائق صافي وغادي نسخن المقلة ونبدا نطيب فيهم ان شاء الله وانتما معايا. المهم البنات هانتوما ملي دازت 5 دقائق صافي كنبدا نطيب فيهم كيف ما كتشوفوا معايا تبارك الله كيتنفخوا. هانتوما هانتوما البنات هانتوما كيجيو على مزيناتهم صافي. هو الطياب كنبقى بحال هكا، كنرشو غير شويه ديال الزيت في المقله شويه القليل صافي وكرمي الطيبيطات ديالنا. ها انتما البنات كي كيجيو روعه على روعه البنات. المهم اخواتي غنكمل بنفس الطريقه ونرجع معكم. المهم اخواتي بالنسبه للحشوه انا درت هنا شويه ديال زيت الزيتون كيف ما عفوا زيت النباتيه في هذه الكميله هذه، وغادي ندير الدجاج ديالنا وهانتما معايا. وهنا البطبوط هو كيطيب. هانتوما اخواتي حتى كيبقى صافي وغادي نغطيه غنقص على العافيه ونخليه يطيب. والبطبوط ها هو شوفوا ما شاء الله هانتوما تبارك الله كيجي على مزيناته. هانتوما البنات البطبوط ديالنا البنات هو جد منعرفش ليكم كيجي على مزيناته. المهم البنات صافي الحشوه ديالنا هي وجدات كيف ما كتشوفوا. هانتوما اخواتي صافي دابا غنمشيو نعمرو هاد السندويشات ديالنا. المهم اخواتي صافي راني كملت كلشي، الدجاج ديالنا ها هو موجود، البطبوط صافي هادشي اللي كاين. المهم باش غادي نرافقو هنا عندي الخس البنات مقطع مغسول ومنقي وقطعته، عندي هنايا الزيتون حتى هو مقطع، وعندي هنا هاد البصله هادي حتى هي مقطعه هكا رقيقه، وعندي البنات هنايا هاد الفلفله هادي شويتها وقشرتها وقطعتها وصوطيتها في شويه ديال الزيت بلدي والثومه وشويه ديال الملح وشويه ديال البزار. عندي هاد الصوص هادي البنات صيبتها غير بدانون مسوس، ممكن تعوضوها بالمايونيز صافي. والبطبوط ديالنا هو هذا، غندير معكم وحده نحله معكم باش تشوفوا كيفاش كيجي البنات. هانتوما البنات راه كيجي خاوي كيجي زوين بزاف البنات. المهم اخواتي باش ما يجيش الفيديو طول بزاف انا غادي نعمر هاد البطيبيطات هادو ونتلاقى معكم ان شاء الله. المهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديالنا السندويتش ديالنا ديال اليوم بالدجاج كيجي روعه البنات. المهم اخواتي نتمنى لا فيديو يعجبكم، اذا عجبكم ما تنساوش انكم تبارطاجيو مع الاخوان والاخوات وما تنساوش تدعموني، وكنقول لكم مع فيديو جديد ان شاء الله في امان الله. واحد مع السلامه.